لبيك ضج الحجيج لربهم تهليلا وتوجهوا بقلوبهم تبتيلا ساروا لمكة والفؤاد سرى بهم والقلب صار موجها ودليلا تركوا ملذات الحياة وأقبلوا لله صوتا واحدا تبجيلا لبيك ما أحلى النداء مشنفا نسكا بديعا بكرة وأصيلا في الناس إبراهيم آذن فانبروا لبى النداء من استطاع سبيلا وتزودوا من خير زاد عندهم تقوى ولو زاد الحجيج قليلا وجه الحجيج لربهم تهليلا وجهوا بقلوبهم تبتيلا سروا لمكة والفؤاد سرى بهم والقلب صار موجها ودليلا تحكي خيام من عذوبة جمعهم وحديثهم وسؤالهم تسهيلا والشمس ظل حين طابت روحهم والضيق وسع يستفيض جليلا يتلذذون برميهم وبمشيهم نحو المشاعر والوقوف طويلا وفد الإله فكم لهم من حظوة إن أحسنوا الإقبال والتأمين.